في اراء كتيره كده في بازوكا بالذات ان في ناس بتقول عليه حلو قوي قوي, في ناس بتقول عليه وحش قوي قوي. فانا جيت بقى عشان انهي بقى المعضله دي خالص ونجرب بقى النهارده هل فعلا بازوكا حلو قوي قوي فعلا ولا وحش قوي قوي. فيلا بينا. بازوكا من الاماكن المشهور جدا جدا بالديكور بتاعه. بص انت لو دخلت كده اي فرع من الفروع بتاعته اللي في مصر كلها تلاقي ان الديكور عالي قوي قوي وبيفتح كده نفسك كده للتصوير كده. بص كل حته هتلاقي نفسك انت ممكن تتصور فيها, وهو عامل بصراحه الحته دي كماركتنج جامد قوي قوي يعني. طيب سيبك من كل ده, بازوكا فتح في فروع كتيره جدا جدا في مصر يعني. بص يعني غالبا هتلاقي في فرع جنب بيتك والسندوتشات بتاعته او الحاجات اللي عنده او المنيو اللي عنده جامد جدا جدا على فكره ومشهي جدا. واحلى حاجه في المنيو اللي هو جايب لك كل حاجه باسمها بالسعر بتاعها بمكوناتها والكلام ده. فانا طلبت ده وجالنا, وكان يعني بصوا الاوردر كان جامد جدا جدا, وبصراحه الراجل برده كان متعاون معانا جدا, حب برده يطلع في الفيديو فانا حبيت اطلعه في الفيديو. ده اللي احنا طلبناه, طلبنا هذا الشندويتش وطلبنا البطاطس الهالي بينو. بس طبعا صاحبي ما قدرش طبعا يمسك نفسه وكان على طول. الشندويتش اللي انا لاحظته ان هو مليان قوي, وكمان العيش بتاعه فريش جدا جدا, والعيش ما كانش مهري او ما كانش متقطع من بعضه لان زاكس بصراحه كان بيقطع العيش جدا من كتر الصوص اللي فيه الكلام ده. ولكن هنا العيش بصوا جامد قوي قوي, الجبنه مع البطاطس الهالبينو. بطاطس الهالبينو عادي جدا بيزك يعني, مفيش حاجه اختراع جامد يعني, ولكن احنا لسه لما نشوف بقى نحط عليها الجبنه هتبقى طعمها عامل ازاي يعني. طيب الساندوتش اللي احنا طلبناه كان بصراحه دبل وكان مليان بصراحه, وفي صوصات كتيره كده مختلفه يعني. طبعا ده خاص, وانا مش بحب الخاص خالص, انا ما حطيتش عندي. وكان في كمان في الساندوتش 2 موتزاريلا ستيك, واحنا عايزين كمان نرجع لها بعد شويه لانها جامده جدا جدا. صاحبي طبعا من النوع اللي هو بيحب يحط البطاطس في الجبنه وياكل, ولكن بصراحه الموضوع ده ما ينفعش معايا بصراحه. بيقول له هي حلو يعني والكلام ده, ولكن ما تنفعش معايا. انا بجيب يا باشا كده الجبنه كلها وهم صاوب كده يا باشا, ويا الله يا والا يا والا يا والا يا والا يا والا, صبتها كلها ما سبتش بص رقطه الجبنه, لان هو المفروض هو ده اللي يحصل اصلا. الفكره بقى ان انا اجيب بقى بطاطسيه بقى واحطها واكل كلها. يا باشا انت حط يا باشا كده كله على بعض يا باشا, تاخد اكسبيرينس البطاطس الهالبينو كلها يا زميلي كده مره واحده. والبطاطس عادي جدا, بطاطس بيسك جدا, مش ما كانتش بارده ولكن ما برده ما كانتش سخنه, ولكن هي حلوه يعني مش هنقول لا. طبعا نجرب بقى الساندوتش لان انا لحد دلوقتي كنت لسه ما جربتوش. فلبست الجوانتي, وانصحك لو انت تروح تاكل عنده اطلب 2 3 4 لان الجوانتي بصراحه كان صغير جدا جدا يعني, هو اتقطع اصلا انا باكله. بس ما علينا يعني. طيب هندوق بقى كده ونشوف النظام عامل ازاي. باين قوي ما اعرفش اصلا انتوا بتاكلوا الحاجات دي كلها ازاي على بق واحد يعني. فانا هحاول اخد قطمه كبيره جدا, فحاولت يعني. ودي الموتزاريلا ستيك, يا ولا يا ولا على الطعام والجمال, طعمها جامد. ولا تقول لي بقى موتزاريلا ستيك بقى بتاعت ماكدونالدز ولا بتاعت كنتاكي ولا اي حاجه. بص ديها 10 من 10 حرفيا. حتى كنت بقول لصاحبي دي حوار اصلا وقعدت اكلها بصراحه يعني. هما 2 بس, ولكن بصراحه لو يحطوا كام واحده كمان ثالثه او لو تتباع بره كنت هجيبها اكتر. شايفين يا جدعان, ما انا يا صاحبي بص يا صاحبي انا فاهم حاجه, انا مش هجوع لوحدي يعني. انا بمنتج اهو دلوقتي, انا مش هجوع لوحدي, هخليك تجوع معايا عشان تنزل تشتري يا زميلي وبهات لي معاك بقى. طبعا احنا دمرنا الاكل خالص, الاكل كان حلو جدا جدا. اقول على بازوكا ان هو 10 من 10 بصراحه في الاكل وفي الخدمه وفي ان هم متعاونين معانا في حوار ان هم اللي احنا نصور والكلام ده, لان في مطاعم بتقول لك لا ممنوع التصوير جدا, ولكن هم كانوا متعاونين معانا جدا جدا. ولو انت عايزني اجرب مطاعم ثانيه تقول لي تحت في الكومنت ايه هو المطعم اللي انت عايزني اروح اجربه, اروح اجربه. طبعا في الانستجرام تيك توك والفولو هنا, عايزين نوصل ل 100,000 فقره. ده كان ريفيو بسيط جدا جدا عن بازوكا, وكالعاده دوس يا كوتش. السلام عليكم.